على بعض النقاط يا كابتن عبد الناصر، انت واحد من اللي موجودين وبتشتغلت السنه اللي فاتت واشتغلت السنه اللي قبلها، السنه دي يمكن الامور لسه، احكي لنا ايه اللي بيحصل. المشكله من وجهه نظرك طبعا. هتكلم انا في المشكله اساسها زي ما اتفقنا ان مفيش لوائح بالنسبه للمدربين في اتحاد الكوره حاططها. يعني هقول لك، انا لما سافرت عمان اول حاجه سالوني عليها الرخصه اللي معاك ايه؟ اوكي. قلت لهم معايا الرخصه ايه؟ منين؟ قلت لهم معايا من افريقيا ومعايا من اوروبا. قالوا لي لا، افريقيا دي اركنها على جنب على طول عشان كده. تيجي عندنا. احنا عندنا لوائح في الدوري المحترفين عندنا، ان اللي يمسك مدير فني في اي فرقه عندنا يبقى معاه الرخصه ايه؟ يا اما من اسيا يا اما من اوروبا. اوكي. فالحمد لله قالوا لي ابعت لنا الرخصه بتاعتك، بعتها لهم، تاكدوا تمام ان انا واخدها من اوروبا تمام. وقالوا لي كده تشرفنا وتشتغل، والحمد لله رحت واشتغلت وحققت نتائج كويسه جدا الحمد لله. فاحنا مشكلتنا في مصر كنت ماسك فرقه تقريبا يا كابتن كانت بتهبط. كانت المركز ال 12 والحمد لله فنشت بيها سادس الحمد لله، والاول مره في حياتهم يعني يبقوا في المركز ده. فعملت تمام نتائج، وحتى لما بدات الموسم الجديد سبتهم، كان يعني لمشاكل شخصيه هنا في مصر كان لازم ارجع، زوجتي كانت تعبانه وكده، فكان لازم ارجع، سبتهم في المركز السادس برضو الحمد لله يعني. عملت تمام نتائج حلوه يعني. فالمشكله عندنا في مصر ان مفيش، ما بيصنفوش مين يشتغل فين. يعني معاك سي تشتغل فين، معاك بي تشتغل فين، معاك ايه تشتغل فين، عشان ما بيدكش الرخص. هو يعني هو اساسا ما بيدكش ولا سي ولا بي ولا ايه ولا حاجه من اتفضل. لا انا بتكلم كمان ايه، انك على الاقل في مصر يعني انت هنا عشان تشتغل مثلا، يعني اي حته بيقول لك سي يشتغل ناشئين، بي ممكن يشتغل درجه تانية، ايه يبقى دوري الممتاز الف، يعني لازم تبقى مصنف عشان تعرف تشتغل، عشان كل عشان اساسا الانديه تلاقي مدربين تختار بينهم. يعني يقول لك ده عبد الناصر ومحمود وحسين وبتاع معاهم الايه، دول ممكن يشتغلوا ممتاز الف، هتلاقي الانديه تعرف تدور على الناس دي. لكن في ناس، انا عايز اقول لحضرتك حاجه وقسما بالله، في السنه دي في الدوري الممتاز به في ناس معهاش السي واتنقلت بين اربع انديه، اشتغلت في الموسم الواحد، الموسم المنقضي، الموسم اللي فات ده، اربع انديه ومعهوش السي، يعني مش واخد رخصه اساسا. وفي حين واحد مثلا زي ده أنا معايا ايه من اوروبا وقاعد في البيت، ده يعتمد على الكلام اللي قاله كابتن حشيش ان الوكيل بيكون له دور هو اللي بيحرك. ما فيش لائحه تحكمك. ايه اللائحه؟ مش تصنيف اساسا لو اتحاد الكوره مانع. الكابتن يقصد ان يبقى في تصنيف.